السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم يا امارات عاملين ايه يا رب تكونوا كلكم بخير النهارده هعمل معاكم الغريبه الناعمه الدايبه من غير ما تشقق ولا تفرش مننا في الصاج عاملاها بالكاكاو وعاملاها بيضه تعالوا بقى نشوف المكونات ايه عندي هنا كوبايه سكر بودره انا عايرت بالكوبايه دي هعاير كل حاجه بيها وعندي هنا كوبايتين سمنه بنفس الكوباية وعندي هنا أربع كوبايات دقيق يبقى واحد سكر اتنين سمنة أربعة دقيق السمنة هحطها في التلاجة لغاية ما تمسك ويا تبات ليلة دلوقتي هبدأ أضربها بالمضرب عايزاها تعلى وتبقى زي الكريمة بالظبط هفضل اضرب فيها لغاية ما قوامها يفتح ويبقي زي الكريمه شايفين بعد كده هضيف السكر وابدا اضرب تاني وهحط هنا ذره فانيليا وممكن تستغني عنها هبدا اضرب فيها وهلم من الجوانب عايزاها يبقى قوامها كريمي عشان لما اخبزها تبقى ناعمه الوصفه دي جميله وسهله وفيها كل الخطوات اللي تخليكي تعملي غريبه ناعمه بعد كده هحط الدقيق كله دفعه واحده وبمعلقه خشب هبدا اقلبه بالراحه خالص عشان العجينه تطلع معاكي هشة وخفيفة بعد ما احس ان الدقيق اتشرب السمنة هبدأ, هبدأ أعجن بإيدي بأطراف صوابعي يعني مش هعجنها زي العجين بالراحة خالص خالص عشان ما تتعجنش منك وتبقى زي ال... وهتنشف منك لازم تعمليها بأطراف أصابعك أنا ما قطعتش من الفيديو عملت الخطوات واحده واحده قدامكم عشان تتعلموها كويس هبدا الم فيها الم فيها لغايه ما احس ان هي اتشربت السمنه وبقت قطعه واحده هبدا الم فيها واول دلوقتي اهي مسكتها حسيت ان هي مشققه هبدا الم فيها تاني همسك قطعة قطعة لو لقيتها ان هي مشققة هبدا اعملها تاني هحطها نص ساعة في التلاجة وبعد كده ابدا التشكيل دلوقتي انا طلعتها من التلاجة بعد مرور نص ساعة هبدا اشكلها كرات صغيرة انا هعمل كم واحدة وهحطهم في الفرن اختبار لو لقيتها فرشت مني هحط معلقتين دقيق لازم تكون درجة الحرارة ميه وخمسين درجة اعلى من كده هتشقق منك وتفرش عندي هنا بصامه حاطه فيها آه نقطة كاكاو وبصمت بيها الغريبه خدت قطعه من العجينه وحطيت عليها نص معلقه كاكاو وباطراف اصابعي لغايه ما خليتهم اتجانسوا مع بعض كويس قوي طعمها تحفه وجديده عندي هنا انصاف كريز زوقتها بيها وعندي هنا عنجمل جمل وممكن تحطي زبيب شايفين الجمل بعد ما طلعت لا مشققه ولا فرشه ما فرشتش خالص في الساق ما شاء الله زي الفل لو عجبتك الوصفه اعملي لايك وشير وسبسكرايب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته